السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كيدي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هناخد مع بعض تكملة سورة القدر آية رقم 2 وآية رقم 3، وطبعا نشرحها عشان نفهمها واحنا بنحفظ، وناخد كمان الحديث الأول. سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تاني، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. نركز مع بعض في الآيات الجديدة ونشوف بننطق إزاي. وما أدراك، في ألف مد بعديها حرف الهمزة، يعني هنمد كتير ونقول وما. طيب أدراك فيها حرف الدال مقلقل، يعني هنلخلخه شوية ونقول أدا أدا. أدراك حرف الراء مفتوح مفخم، يعني هنخليه تخين ونقول أدرا راك. أحسنتم. ننطق تاني. وما أدراك ما ليلة القدر. التاء في ليلة مضمومة، وبعدين جه حرف اللام، فنقول على طول ليلة ونرفع لساننا عند حرف اللام، ليلة القدر، والدال في القدر مقلقلة برضو، ونلخلخها شوية ونقول ليلة القدر. الآية الثالثة، ليلة القدر. التاء في ليلة مضمومة، وجي بعديها اللام، برضو نرفع لساننا ونقول ليلة القدر خير من. الراء في خير من بعديها جه حرف الميم، هنضغم حرف الر في الميم، ونقفل شفايفنا عليهم ونقول خير من. قولوا تاني معايا، خير من، ونقفل شفايفنا، خير من ألف شهر. ألف شهر، الفاء مكسورة، نقولها كده ونكسرها، ألف شهر. نقول تاني الآيتين الجداد، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ربنا سبحانه وتعالى في الآية الجديدة بيقول لنا وما أدراك ما ليلة القدر. إيه هو فضل ليلة القدر؟ يا كيجي، ليلة القدر ربنا عايز يقول لنا إن الليلة دي ليلة عظيمة من أيام شهر رمضان الكريم، فقال لنا إن فيها خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها أكننا عبدنا ربنا سنين كتير، نقعد ليلة واحدة ندعي الله ونذكره أكننا عبدنا سنين كتير قوي. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا فيها إن دعائنا مستجاب، وكمان ربنا بيحب الليلة دي جدا، فأي حاجة ربنا بيحبها المسلم لازم كمان يحبها، علشان كده لازم نصلي فيها ونقرأ قرآن وندعي الله سبحانه وتعالى بكل الخير. أخذنا في آية رقم 1 إن القرآن نزل في شهر رمضان. أحسنتم، في ليلة القدر. برافو عليكم، يبقى ليلة القدر في شهر رمضان الكريم.
مش احنا قلنا ان ربنا بيحب الدعاء في ليلة القدر؟ يبقى المفروض ندعي ونقول دعاء جميل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمه لنا ويقول لنا: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. نقوله تاني عشان نحفظه: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا الله يا كيجي لو نحفظه وناخد حسنات كتير. وناخد مع بعض الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. احفظ معايا وقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني ايه شفيعا لأصحابه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان القرآن الكريم بيجي يوم القيامة يشفع لصاحبه اللي بيقرأه وياخد بإيده ويدخله الجنة علشان هو حافظ للقرآن. وكمان القرآن بيخلي الإنسان عظيم في الدنيا وصاحب خلق ومؤدب وصادق وأمين، ما يكذبش ويكون أمين على حاجة غيره ويكون مسلم جميل. نسمع كده الولد الجميل والبنت العسولة بيقولولنا ايه هنا. الولد ده بيقول ان هو بيحفظ من حفظ بسبب حفظه للقرآن بقى شاطر في العربي. ليه؟ علشان القرآن مكتوب باللغة العربية. وبيقول كمان ان القرآن بقى يخليه شاطر ويفهم بسرعة اللغة العربية. طب البنوتة العسولة دي بتقول لنا ايه؟ ان هي من كتر ما هي بتحب القرآن وبتحب كلام الله بقت متفوقة في دراستها وبتجيب درجات عالية خالص علشان هي ملتزمة دايما تحفظ الآيات اللي بتاخدها مع المعلمة بتاعتها. هي وكمان الولد شاطرين جدا زي بتوع كيجي بالظبط. نفتكر مع بعض ايه هو اسم سيدنا محمد. اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد. اسم نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسم أبوه عبد الله. يعني بابا سيدنا محمد اسمه ايه؟ أبوه اسمه ايه؟ اسمه عبد الله. يعني لو قلنا ان اسم سيدنا محمد ايه يا كيجي؟ هتقولولي محمد ابن عبد الله. احسنتم، برافو. نقول تاني: اسم نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسم ابوه عبد الله. اسم امه آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب. يبقى اسم امه ايه؟ آمنة بنت وهب. يعني مامة سيدنا محمد اسمها آمنة وبابا اسمه عبد الله. يبقى نقول تاني: اسم نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسم أبوه عبد الله. اسم أمه آمنة بنت وهب. شكرا يا كيجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.